السلام عليكم صحاباتنا بنياتنا، مرحبا بكم، توحشناكم شحال هادي ما شفناكم. ويدخل عليكم هذا الشهر ان شاء الله المبارك باللي كتمناو في خاطركم، وانا جيت وجبت لكم الجديد وها هي لمياء معاكم. مرحبا بكم البنات، انا بلاتي شويه. السلام عليكم حبابنا صحاباتنا خوتنا عائلاتنا فين ما كنتو، الله يدخل عليكم هاد الشهر يا ربي بالصحه والهنا وطول العمر، وبقاو تشوفونا ونشوفوكم، والله الله يعطيكم ما نويتو في خاطركم، لوليداتكم وحبابكم الله يخلينا على خير وبخير. ومعنا الجديد كاينين قنيطرات وداكشي غزال باش تصوموا ان شاء الله رمضان وتصوموا وتعاودوا يا ربي على العالم، يا غيكون ثمن مناسب. مرحبا بنا صحباتنا هادو، مرحبا بيه مرحبا بيه اللي جا مرحبا بيه، ويتهلاو فيكم بنياتي. اشنو نبارك الله عليكم، بارطاجيو لينا لاشين، ديروا لينا لي لايك، بارطاجيو مع صحابكم صحاباتكم، وديما لي بروموسيون مع الخواتات خواتات ديما لي بروموسيون مع الخواتات، والهلي خطيكم علينا الزوينات يا ربي. الله عليكم، يلا تبارك الله عليكم الله يحفظكم. ايوا يا الغزالات، سالينا المقدمه مع الخواتات، نبداو دابا الفيديو ديالنا. فريمون البنات لي روب كافطون ولا غاندورا كافطون عندنا اون كوليكسيون خطيره، داكشي زوين البنات، بالطرز بالثوب ديال الكريب. شوفوا الغزالات، شوف فريمون موديل لوينات فيهم خطار البنات، هادو نقوليكم خذوهم البنات بعينيكم مغمضين. هانت شوفوا البنات، شوفوا الكميمات وشوفوا يا لالا الكول اوفيسي، راه اي وحده فيها لو كول اوفيسي ديالها، شفتوا؟ وشوفوا لي كولور داكشي غزال البنات، وشوفوا جاي داكشي ديسكري. صحاباتي الزوينات سمحوا لينا دخلت اون كليون، ها نتوما شوف شوفوا العقيدات كيفاش جايين، جايين داكشي ديسكري وزوين وغزال. شوفوا لرمضان ان شاء الله تلبسوها كنتو في الدار، تلبسوها داكشي زوين ومنخوي. ندوز لكم الزوينات لوين واحد اخر. ايوا يا الغزالات، رجعت لكم بهذا اللوين الاخر، شوفوا فريمون البنات راه لون ينسيكم في اللون. البنات مرحبا بكم في الانستغرام ديالنا culturemoderne.35، ولا اي رقم من هادو اللي كتشوفوهم راح نتواصلوا معاكم. بغيتو جمله بغيتو تقصير على الراس والعين الغزالات، ها نتوما شوفوا، راه قلت لكم داكشي زوين وداكشي اللي كيبغي الخاطر الغزالات. شوفوا ها نتوما اللوين الثاني، البنات راهم طاي ستاندار، راه من ميديوم لارج اكس لارج يلبسوا. كانتو باغين شي طاي غير علمونا نوجدوها لكم سور ميتور ان شاء الله. يلا صحاباتي الزوينات لون واحد اخر. ايوا ايوا الغزالات، شوفوا عاوتاني سو بلو. البنات اللي دايرين الفولار راه يمكن لكم تلبسوهم مع ان بتي فولار ياك البنات، ويجي مجموع هنا باش يبان هاد لو كول اوفيسي باش ما يجيش داخل. هذه البنات اللي شفتوها بحال هكا راه غير مصلوح، شفتوا راه خصها غير تصلح وتوقف، اما راها واقفه لوينات زوينين نفس الفصاله تتخبع كاع لا طاي، حتى اللي باغي ما كيبغيش يلبس شي حاجه مزيره وشي حاجه هكا يقدر يبقى بها منخويه تجلسي بها على طبيله الفطور، يكون عندك عراضه يكون هذا زوينين. شوفوا ثاني هذا صمم بهاد اللوينات الغزالات، شوفوا فريمون لي كولور ديالهم زوينين البنات. اللوينه هي هذيك لون واحد اخر. الغزالات رجعت لكم بهاد لو غوز بودغ، هاد راه كيف ما كيبان لكم هاد الناس كيف ما كنقول لكم دائما، شوفوا وكيجيو طويلين البنات ومستورين، وشوفوا شوفوا الفصاله اللي البنات شفتوها، راه ما كاين لا ديكوب لا والو، جاي على طول التوب ومقطع. ها نتوما شوفوا الغزالات صحباتي، كل واحد وفيه رشيمه مختلفه وتيجيو غزولين وتلبسيهم بالصحه والراحه. قنيدرات الله يعطي الصحه اللي فصلهم اللي خيطهم اللي صلحهم واللي ركب لهم العقيدات، فريمون داكشي زوين ديالنا ديال المغرب، داكشي هما وشان يا لالا، راه احسن بلدان كيبغيو يلبسوا من عند المغاربه. ومرحبا بكم ومرحبا بكاع الناس اللي كيشوفونا فين ما كنتوا الغزالات، بوسه كبيره لكم لوين واحد اخر. ايوا يا الغزالات، كي جاكم عاوتاني هاد لو جون موتار فريمون غزال حتى هو يا البنات، شوفوا شوفوا الوسوعية البنات، الفتيحات في السناب جوج تيجي مخزولين ياكم. مرحبا بكم البنات، دخلوا على الانستغرام قلت لكم مرة ثانية اليوم ياك، وادخلوا هانتوما راه كنخلي لكم البنات في صندوق الوصف، كنخلي لكم حتى هنايا مكتوب
شوفوا الكول اوفيسيي فريمون داكشي زوين فريمون والله الا داكشي زوين البنات. شوفوا شوفوا هذا كم ياك البنات داكشي غزال. يلا حبيباتي الزوينات ندوز لكم الاخر لون يمكن اخر لون ديال اليوم غاتوجد شي حاجه اخرى ونوريها لكم ان شاء الله باش نوريكم واحد جوج لمينات ثاني في القنيطرات واحد القفطان ونساليو لها حق الثمن ديالو بقاو تسمعوا الثمن الغزالات وشكون اللي كيعجبو الكحل. يلا وصلنا الكحل فريمون راه زوين بعدا انا كيعجبني كون لقيت لبس كلشي كحل. شوفوا البنات شوفوا الفصاله الكريب البنات راه طايح ها نتوما شوفوا فريمون انا نقرب لكم دابا الكاميرا شوفوا شوفوا هنا وشوفوا راه البنات ها نتوما كي داير راه كريب دومي سيزون ماشي داك الكريب طايح ديال الصيف هذاك راه كان خدموا به حتى هو ولكن مازال ما وصلش وقته دابا خدامين لكم دومي سيزون تلبسي كاع ان تريكو معاه كولا تبقاي سخيخنه دافيه مي هذا راه كريب زوين وفهمتوا كاليتي شتو كي داير طايح فريمون طايح ها شوفوا هنا يا رشيمه بلاتي نوري لكم هكذا كي جاكم هادشي ها قولي لي كي جاكم هادشي نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم ندوز لكم لمين اخرى زوينات وانا معاكم عباتي الزوينات شوفوا اخر لون سديت لكم هادي باش تبان لكم البنات مسدوده راه سداها غير واحد الفنيته المهم الا كان عندكم شي بروش وداكشي ديروها الغزالات شوفوا اليديدات داكشي حلو شوفوا هاد اللون راه ماشي بحال الالوان اللي دوزت في الاول هذا ان غوز ماشي غوز فوشيا ولكن راه فريمون كيف ما كيبان لكم في الشاشه ها نتوما سديتها لكم تقدروا البنات تزيدوا ان بوتي بروش هنايا يكون ديسكري اللي بغاها تجي مستوره ما يبينش صدرو مثلا راه يقدر يديرها في لي مانش طوال شفتوا ما تبينش لا لاطاي صراحه البنات لا والو طليق لكم لرمضان والثوب راه ما نعاودوش عليكم ما نعاودوش لكم عليه ياك البنات راني سالفه وي ما صحابتي الزوينات الغزالات دابا غادي نخليكم الثمن البنات الثمن ديال هاد لاكوليكسيون كامله البنات دايره 299 درهم 299 درهم كاين البنات كاين هاد لاكولور جديده في هذوك القنيطرات ديال 250 شتو هذا سي ان بوردو البنات لو روز جو خلاص راني وريته لكم وباقي لي كولور عندنا لداخل المهم هادو حدايا كنت نوريهم لكم الغسالات وغادي نلبس لكم واحد القفطان في الخاتمه هذاك القفطان اللي قلت لكم غنسميوه وفاء بيوتي هذاك القفيطين هذاك القفطان راه دخلت في واحد اللوين واحد اخر غنلبسو لكم باش نقول لكم بسلامه ومرحبا والف مرحبا الغزالات الزوينات ديالنا الغزالات ما درتش لكم هاد لا سيكونس في الخاتمه ولكن درتها لكم بوحده ما بغيتش نقطع لا فيديو قبل ما نوريكم هاد القفطان ها نتوما شوفوا هاد الناس كاين فيه هاد لا كولور ديسپونيبل فريمون تجي واعره البنات هادي جديده خلي عليكم اللي بغى يشوف البنات القفطان كان عندنا في الغوز في هذا في الكحل شوفوا الفيديوهات القدام راه باقيين عندنا اون ستوك بلا ما نطولوا لا فيديو اكثر ها نتوما شوفوا هاد القفيطين كي كيجي هذا واحد لوفير زيول هنايا شفتوا البنات داك الفرفال ديالو موديل داكشي ديال النخوه ياك يلا نتمنى ان هاد لاكولور نال الاعجاب ديالكم ندوزو للخاتمه الغزالات الزوينات ديالنا وبوسه كبيره لكم وحده وحده وكتابعونا وكتدعمونا لهلا يخطيكم علينا كي جاكم الفيديو شتو القنيطرات شتو الجديد وان شاء الله ديما نجيبو لكم الجديد فين ما تجي لميا نجيب لكم الجديد وتبارك الله عليكم الله يحفظكم حبابنا صحاباتنا كي جاكم القنيطرات اليوم تستاهلوهم ما غيلبسوهمش محسن منكم غزالات قطع غزالات نعم غتشوفوا حتى هاد لي كيمونو شي حاجه واعره فيديو اللي من مورا هذا ديال انتم انتم شوفوا الموديل فيا انايا كي جيتكم ها انتم احباباتنا خواتات غتشوفوا الجديد ان شاء الله وما كاين غير الجديد والقنيطرات غزالين 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 بالصحه والراحه اللي تلبسوا تعاودوا ان شاء الله باذن الله بوسه لكم كبيره الغزالات وما تنساوناش من البارطاج واللايك مرحبا بكم البنات